هذا وعبر عدد من الحاضرين في القداس الكبير الذي أقيم صباح اليوم في الاستاد الوطني، عبروا عن مدى سعادتهم بلقاء قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، مثمنين جهود مملكة البحرين في التعايش وحرية المعتقد وتواصلها في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. في مشهد مهيب بالزي الأبيض، احتشد عشرات الآلاف من داخل البحرين ومختلف الجنسيات وخارجها في استاد البحرين الوطني لأداء القداس الكبير الذي جاء بعنوان أجل العدل والسلام بحضور قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان. طبعا هذا حدث عظيم عم تشهد مملكة البحرين، هذا شيء بيشرفنا كجالية مسيحية بالبحرين. نشكر جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم على هذه الفرصة اللي عطونا إياها أن نشهد الحدث العظيم، وهذا شيء بدل على قد إيه أهمية مملكة البحرين صار مهمة أو موقع عالمي لمملكة البحرين. في البحرين مملكة الحقيقة بتستضيفنا جميعا بكل محبة وبكل احترام وبكل تقدير، واليوم ده يوم تاريخي، يعني يوم حضور البابا في مملكة البحرين في ضيافة المملكة، واحنا جميعا سعداء سعادة لا توصف بالحدث التاريخي ده، وكلنا ممتنين لجلالة الملك الحكومة الرشيدة وللشعب المضياف والصديق والحبيب لاستضافة له هذا الحدث العظيم اللي لن يعني يمحى من قلوبنا جميعا. هذه الفعالية تعكس مناخ الحريات الدينية المنفتح الذي توفره مملكة البحرين لأتباع الديانات والطوائف الأخرى، وتوفير كامل الدعم والاستقرار لهم لممارسة عباداتهم وشعائرهم والاحتفال بمناسباتهم وأعيادهم الدينية على أرض مملكة البحرين، أرض السلام وبلد الوئام. بالفعل شهدنا اليوم لحظات سماوية على أرض مملكة البحرين الطيبة، لقاء تاريخي إجا عليه من كل أقطار العالم، خصوصا حضور الجالية اللبنانية كان جدا رائع، وكثير كانوا محضرين وناطرين بشوق هيدا اللقاء. من جديد مملكة البحرين عم تثبت حرصها على العيش المشترك، وعم بتكون رسالة للتعددية بالعالم. كل شخص اليوم كان موجود بهالقداس وبهاللقاء كان مبارك وجوده وكان جدا سعيد. جئت خصوصا من دبلن لهذه الزيارة المباركة، زيارة قداسة البابا فرانسيس على المملكة البحرينية، وأنا سعيد جدا أشارك معكم وأكون ضيف في هذه الأرض المباركة، في هذه الأرض التي فيها تعيش كل الجنسيات وكل الأجيال، وفي أمن وسلام وفرح وتسامح. ولذلك أريد أن أشكر جلالة الملك لهذه الدعوة لجميع المسيحيين في العالم الذي أتوا إلى البحرين ليحتفلوا مع قداسة البابا في هذه المناسبة التاريخية. شارك في تنظيم هذا الحدث التاريخي القداس الكبير والذي أقيم على أرض الاستاد الوطني أكثر من 700 متطوع وحوالي 300 من خدام الأفخاريستا الذين ساعدوا الكهنة في منح المناولة للمشاركين في القداس، و 120 كاهنا بالإضافة إلى لفيف من الأساقفة والكرادلة. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.